شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا الحمد لله. اليوم تم افتتاح بئر الحياة صدقة جارية عن المرحوم عامر ماجد محمد سعد رحمه الله نوع البئر الارتوازي إشراف طراحم وصنابل الخير جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووص مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم أن يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شكرا يا ربي شكرا.